كيفية فتح حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موعدنا مع شرح كيفية فتح حساب في خطوات بسيطة وسهلة. توفر الشركة نوعان، الأول هو الحساب الحقيقي والثاني هو التجريبي. اليوم نقوم بفتح حساب حقيقي. نبدأ في إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وهي الاسم، اللقب، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، كلمة المرور، اختيار العملة، إدخال رمز التحقق، التوقيع، وفي النهاية نضغط على متابعة. الآن تم تحويلنا إلى الصفحة الشخصية للعميل، وبها نجد الرقم الحساب وكلمة المرور، وسوف نحتاجهم لإدخال الحساب في منصة التداول. وهنا يتم رفع وثائق إثبات الهوية الشخصية. وهكذا نكون انتهينا من فتح الحساب بكل بساطة وسهولة.